على استعدادات الأهلي للقاء اتحاد العاصمة الجزائري، ولكن كل التفاصيل دي بالتأكيد أروح من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مدينة الطائف مع بعثة الفريق. محمد مساء الخير عليك، أولا الحمد لله على السلامة، عايز أطمن منك على الأجواء، درجة الحرارة، الاستعدادات، وآخر الأخبار بالنسبة للفريق والمكان اللي انت فيه. يبدو أنه مكان له علاقة يعني بالترتيبات أو الأمور التنظيمية للمباراة. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل جمهور نادي الأهلي في كل مكان، الله يسلمك. بالطبع يمكن طبعا وصلنا فندق الإقامة هنا في تمام العاشرة مساء أمس، بعدها على طول اللاعبين تناول وجبة العشاء، ومن بعدها خالد الجمال الراحة. اليوم النهاردة بقى بدأ مبكرا يا محمد، زي ما انت قلت استعدادات كتيرة جدا لمباراة هامة جدا وبطولة قارية رسمية بيخوضها النادي الأهلي في بداية مشواره هذا الموسم بإذن الله رب العالمين. كان على طول اللاعبين تناولوا إفطارهم في تمام الساعة 11 صباحا، كابتن خالد بيبو والجهاز الإداري بالطبع يعني راحوا شافوا كل الامور المتعلقه بالتجهيزات، سواء ملاعب التدريبات، غرف الاستشفاء، كل حاجه محيطه بالتدريبات تم الاطلاع عليها والتاكد انها مناسبه للنادي الاهلي ولاعبيه بنسبه 100%. من بعدها بقى كان في محاضره مهمه جدا لمستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين الساعه 3:30 عصرا، ومن بعدها على طول كانت وجبه الغداء في تمام الرابعه. بعد الغداء محمد على طول يمكن زي ما اتكلمنا امبارح كان في جلسه تصوير للاتحاد الافريقي الخاصه بمباراه السوبر، شارك فيها طبعا جميع اللاعبين المشاركين باذن الله في قائمه المباراه، وارتدى فيها طبعا لاعبي النادي الاهلي الزي الرسمي اللي هيرتدوه باذن الله رب العالمين في مباراه الجمعه ان شاء الله في بطولة كأس السوبر الإفريقي. طبعا البعثة هنا كلها برئاسة الأستاذ العامري فاروق رئيس البعثة، كل سبل الراحة متوفرة للاعبين والجهاز الفني، كل الأمور يعني الترتيبات والحاجات الإدارية كلها محمد مزللة بشكل تام جدا للبعثة. طبعا أنت عارف بكرة يوم حافل جدا، هيبقى في بقى على طول الاجتماع الفني في المؤتمر الصحفي للفريقين، ويمكن النهارده بقى أول تدريب لفريق النادي الأهلي هنا في مدينة الطائف هيكون على الملعب الفرعي لمدينة الملك فهد بالطائف، وهيكون ان شاء الله في تمام الثامنه مساء. من بعده اللاعبين ان شاء الله هيعودوا على طول مباشره لفندق الاقامه لتناول وجبه العشاء في تمام العشرة والنصف، وبكده يكون انتهى اليوم. ولكن طبعا في ثلاث لاعبين من فريق النادي الاهلي هيكونوا موجودين محمد طبقا للبروتوكول المعمول فيه للاتحاد الافريقي للتسجيل مع كافه وسائل الاعلام باذن الله رب العالمين عقب انتهاء التدريب بشكل مباشر. الاجواء بقى والجو محمد يمكن الجو اكثر من رائع في مدينه الطائف، يمكن مدينه الطائف اشتهرت تاريخيا انها مصيف يعني اشقائنا هنا في المملكه العربيه السعوديه. طبعا المدينه بترتفع عن سطح البحر من 2700 متر الى 3500 متر، فده مخلي الجو كويس جدا. يمكن امبارح طبعا يعني السعوديه استقبلتنا بامطار خفيفه كده، وده يمكن كان مخلي كل الاخوه السعوديين هنا سعداء جدا بسقوط المطر، خاصه انها كانت امطار خفيفه الحمد لله رب العالمين. لكن الجو النهارده يمكن مشمس ولكن في نفس الوقت لطيف جدا، درجه الحراره ما زادتش عن 28 درجه مئويه، كمان في نسمه هواء كويسه جدا. اعتقد كمان بالليل الجو بافضل، ده كمان يساعد فريقنا باذن الله محمد انه يقدم مباراه كويسه جدا باذن الله في التسعه مساء الجمعه باذن الله رب العالمين. وعايز اكد ان كل الامور هنا اكثر من رائعه، والاكثر من رائعه كمان هو استقبال جمهور النادي الاهلي واستقبال الاشقاء هنا في السعوديه لفريق كبير بحجم النادي الاهلي. قبل ما اروح للقطات من بعثه الاهلي في السعوديه، وشايفين لقطات لعلي معلول موجود مع البعثه بعد المباراه الوديه اللي شارك فيها امبارح مع منتخب تونس امام مصر، ديانج كان موجود مع الاهلي قبل السفر وقدر بصراحه يعني ديانج يتفاوض ويتكلم مع الاتحاد المالي او منتخب مالي ان هو ممكن يعني يتم اعفائه من المباراه الثانيه عشان يكون موجود مع الاهلي، عشان الناس بس اللي مش واخده بالها يعني كان ماسكه في موضوع معلول وسايبه موضوع اليو ديانج، يعني يا جماعه المسطره لازم تبقى واحده. لكن قدامنا طبعا لقطات حصريه، عايز اتكلم معاك يا توفيق كمان على جزئيه ثانيه متعلقه بالاستقبال. امبارح انا شفت بعض اللقطات فندق الاقامه وفي اللوبي وانتوا داخلين اغاني الاهازيج بتاعه جماهير النادي الاهلي كان شغاله عن طريق ساوند داخل الاوتيل، يعني ده كان تاثيره ايه على اللعيبه والجهاز الفني، خاصه انه هي كانت الموضوع كان مفاجئ ليهم لما دخلوا الاوتيل لقوا تشجيع ومسانده للاهلي من خلال اناشيد او يعني الهتافات اللي معروفه عن جماهير الاهلي في تشجيع الفريق. كان محمد كانت لفته طيبه جدا من الاشقاء السعوديين هنا واداره الفندق اللي احنا مقيمين فيه، يمكن استقبال زي ما بقول لك الناس يعني بالبلدي كده شايلنا على كفوف الراحه، كل طلبات النادي الاهلي مجابه الحمد لله رب العالمين. طبعا فريق بحجم النادي الاهلي الاول افريقيا وعربيا وفي منطقه الشرق الاوسط كلها انه يكون موجود في مدينه الطائف، فده يمكن اكبر دعايه لمدينه الطائف. ممكن هو يعني السعوديه ساعدت استضافه هذه المباراه،
طبعا لوجود النادي الاهلي فيها، وخاصه ان هم زي ما انت عارف الفتره الاخيره يمكن البطوله العربيه كمان كانت بتقام في مدينه الطائف، فوجود النادي الاهلي كان حاجه مهمه جدا، كانت لقطه طيبه زي ما انت قلت يا محمد. طبعا كل الاغاني الخاصه بجماهير النادي الاهلي طبعا من ثالثه شمال، وكل الاهازيج المعروفه لجماهير النادي الاهلي زي ما انت قلت كانت موجوده وشغاله، يمكن كان في تورته طبعا على اشعار النادي الاهلي، وطبعا يعني كان في بدايه كان في اول الوافدين طبعا الوزير العامر فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وطبعا تم استقبال رسمي ليه وكل البعثه، يمكن طبعا جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ده بقى اللي شفناه محمد يمكن في لقطات اكيد لانتوني مودست ابرز يعني او اخر المنضمين لكتيبه النادي الاهلي، شاف الاستقبال ده كان اثر كبير جدا عليه، يمكن كمان في دعابه كده من كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق واللاعبين كلهم اهدوا له الورود اللي تم اهدائه ليهم هنا في مدينه الطائف كلها، يعني كلها ادوها لانتوني مودست. اعتقد اي لعيب يا محمد عارف قيمه النادي الاهلي وعارف تاريخه، لكن كمان لما يشوف مشهد زي اللي انت كنت بتتكلم فيه امبارح دوت هيعرف بشكل اكبر كمان النادي اللي هو بقى منضم ليه، وده هيخليه يخش بسرعه في الاجواء زي ما احنا شايفين كل اللاعبين مش بس انتوني مودست، يمكن امام عاشور رضا سليم كلهم خلاص يا محمد بقوا حاجه يعني بقى خلاص كيان واحد بقوا في جوه الفريق، بقى في تجانس ما بينهم بسرعه جدا، وان شاء الله ده ينعكس على اداء الفريق. عايز اقول لك ان مدينه الطائف هنا لا صوت يعلى فوق صوت مباراه الاهلي واتحاد العاصمه، يمكن جمهور النادي الاهلي كمان يمكن الرابطه هنا بتاعه جمهور النادي الاهلي في السعوديه عامله شغل اكثر من رائع محمد، باذن الله هنشوف مردوده في الملعب من تيشيرتات وطباعتها ويعني حاجات كتيره جدا مقدمها للماتش، واعتقد ان باذن الله كعاده جمهور النادي الاهلي بكل مكان مش بس السعوديه ان شاء الله هيكون مقفل الساعه الخاصه بجمهور النادي الاهلي وزياده كمان باذن الله رب العالمين. لا ما تقلقش الاستاد كله هيمتلئ عن اخره بجماهير النادي الاهلي والناس كلها مستعده لهذا اليوم، لان اكيد هتبقى الاجواء في لقاء السوبر الافريقي مختلفه تماما في استاد الملك فهد عن الاحداث الاخيره اللي كانت في مباريات البطوله العربيه، استاد ممتلئ جماهير كبيره. ولكن يا توفيق سؤال اخير، التمرين النهارده الساعه 8 هل هيكون على ملعب المباراه نفسها ولا في ملعب فرعي؟ وكولر عايز اعرف كمان يعني انطباعاته ايه على الاستقبال وعلى مدى جاهزيه الفريق بالنسبه للقاء السوبر. كان مستر مارسيل كولر كعادته محمد دايما وشه بشوش بيتعامل مع الناس كلها ببشاشه وبمنتهى اللطف، يمكن طبعا الاستقبال وشاف عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي وحتى كمان الجماهير السعوديه هنا عارفين نجوم النادي الاهلي عارفين مستر كولر كمان بالاسم، كان ده كان مردوده ايجابي جدا على المدرب. عايز اقول لك بقى ان مستر مارسيل كولر تشوف اي مكان في الفندق محمد ماسك اللابتوب بتاعه بيراجع هو وفريق كمان الجهاز الفني المعاون كله ليه، كل واحد بيشتغل في الحاجات اللي تخصه هتلاقيه دايما مركز في شغله، اجتماعات مستمره، يمكن ده صفه ابرز الصفات والسمات المميزه للمعسكر هنا ان الجهاز الفني كابتن خالد بيبو كل الجهاز المعاون كلهم اجتماعات مستمره، يمكن حتى بعد المحاضره ما انتهت كان في اجتماع ليهم. يمكن مستر مارسيل كولر النهارده كمان استدعى دكتور احمد ابو الوفا اخصائي الطب النفسي الموجود في جهاز النادي الاهلي، يمكن اخر خمس دقائق في المحاضره جلس مع اللاعبين وكان موجود في المحاضره، وده حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي دايما سباق وكل التخصصات موجوده الحمد لله محمد، سواء طب نفسي سواء كمان الجهاز الطبي بشكل كامل، اخصائي تغذيه واستشاري تغذيه موجود جوه جهاز النادي الاهلي بيتم الاشراف كامل حتى على الاكل اللي بياكله النادي الاهلي هنا، يمكن البوفيه اللي بيبقى موجود للاعبين محمد في اي مكان في العالم مش بس في مصر، لا في السعوديه تروح المغرب تروح اي مكان تاني هو نفس سيستم الاكل اللي النادي الاهلي بياكله، نفس الحاجات كل حاجه محسوبه يعني زي ما بنقول كده بالمليمتر دوت، طبعا بينعكس بشكل كبير جدا على اداء الفريق في الملعب وبيبان، يمكن زي ما قلت لك مستر مارسيل كولر سعيد جدا، الاجواء هنا اكثر من رائعه، ساعدت كمان حتى اللاعبين الموجودين جداد محمد في الفريق ودخل الفريق ان هم يخشوا اسرع كمان، وباذن الله زي ما انت قلت كده جمهور النادي الاهلي قفل الاستاد، وده اعتقد هيبقى له مردود كبير جدا على اللاعبين خاصه الجدد منهم ان جمهورك موجود معاك في اي مكان نصر الاهلي هيحلق ويوصل له جماهيره معاه ويفضل جمهوره حمايه مش بس جوه مصر في كل انحاء العالم باذن الله رب العالمين. طيب توفيق انا في النهايه انا بشكرك، لو عندك اي اضافه او عندك اي معلومه اخيره تحب تختم بيها كلامك. زي ما انت سالت محمد معلش معذره ان كنت اغفلت النقطه دي، ملعب التدريب النهارده لا هيكون على الملعب الفرعي لمدينه الملك فهد هنا بالطائف، ان شاء الله التدريب بس الاخير غدا اللي هيكون على ملعب المباراه، وزي ما قلت لك يمكن كابتن خالد بيبو راح النهارده وشاف كل يعني الحاجات المشتملات بتاعه المدينه الرياضيه وتاكد من كل حاجه بنفسه من الملعب وكل حاجه، وان شاء الله اول تمرين النهارده هتكون موجوده زي ما قلت لك على الملعب الفرعي، وباذن الله التمرين الاخيره قبل المباراه باذن الله غدا هتكون موجوده على الملعب الرئيسي باذن الله واللي هتقام على المباراه مساء الجمعة بإذن الله رب العالمين. بإذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من مقر إقامة الأهلي في مدينة الطائف استعدادا للقاء السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري. طيب من لقاء محمد توفيق إلى مباشرة في المملكة العربية